قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، قال إن هناك إدراكا لدى دول العالم على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أنه لا يجب التسامح مع الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين. وخلال كلمته بجلسة الأمم المتحدة لمناقشة الوضع في غزة، قال منصور إن 87% نزحوا من قطاع غزة جراء الحرب، لافتا إلى أن 1% من إجمالي سكان قطاع غزة قتلوا على يد قوات الاحتلال. وأعرب المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية عن أمله في أن تتوصل المحكمة الجنائية الدولية لقرار لوقف إطلاق النار. نحن وجنوب إفريقيا طبعا طالبت بإجراءات تؤخذ على الأرض، وسمعنا عن الإجراءات المطلوبة كدعوة لوقف إطلاق النار. لا أعلم طبعا إن كان مع نهاية هذا الشهر سيكون قرار لمحكمة العدل الدولية، ولكن كل أمل بأن يكون هناك قرار من المحكمة، وهذا ما نسعى إليه، هو قرار من شأنه وقف إطلاق النار، وأمل بأن يتم التعامل مع هذه القضية، لربما تحتاج إلى وقت أطول، وسيكون هناك العشرات من الدول الخاصة من جانبنا سيشاركون في هذه القضية، تلك الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.